حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من أن اشتداد الحرب وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة يخلق حلقة مميتة تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل. وأشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إلى تعرض 90% من الأطفال دون السن الثانية إلى الفقر الغذائي الحاد. بعيون يملأها الدموع، وقف الأطفال النازحون في غزة ينعون أباءهم بعد أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنازل على رؤوس ساكنيها. الطفل أحمد البالغ من العمر 13 عاماً أصبح العائل الوحيد لأسرته بعد فقدان والده وأعمامه. عاد أبوي استشهد فيها، وأخويا عاد اتصاب في رجله. كان أبوي بيعني لي كثير في حياتي، هو كان سند وعزوتي، كان هو يجي على المدرسة يسأل عني يعطيني مصروف، كان لما قبل ما أنام يغني لي وخليني ويحضنني قبل ما أنام، وكان يطششني كل ما يكون مبسوط يطششني إحنا وإخواتي. وفي عمرها الصغير الطفلة رغد البالغة من العمر 14 عاما فرض عليها القدر أن تصبح العائل الوحيد لأخواتها الصغار وتتولى مسؤولية الأسرة. بابا راح، كان دايما يساعد أمي في مثلا يساعدها يريحها شوية في الطبيخ، يساعدنا في الدراسة. الحين هو راح الله يرحمه، وبصير أنا الحين بعمري هذا أحمل مسؤولية أكبر، وقدر الإمكان إني أغطي أخواتي الأخوتي الأصغر مني، إنه ما حسسهمش بغيابه، وأنا عارفة إنه الأب فيش حدا بياخد مكانه. يتجول الأطفال بين الخيام بحثاً عن الطعام لأسرهم، ومن بينهم الطفلة ليلى البالغة من العمر 7 سنوات وأخوها خالد البالغ من العمر 4 سنوات اللذان فقدا والدهما جراء قصف الاحتلال لمنزلهما وأصبحا نازحين في احتياج للعلاج والطعام والشراب. هتدار علينا اليهود وأبوي استشهد، جدعنتي استشهد، عم عوض وعمي استشهد، وعم إبراهيم وصهيب وعم ها، ويعني كلنا تصاوبنا وما حدش تصاوب، وأنا هيني متصاوبة برجلي. ومن بين النازحين أيضاً الطفل أحمد البالغ من العمر 12 عاماً الذي فقد والده وأقاربه، وأصيب أخوه بات نازحاً مع من تبقى من أسرته دون ماء أو غذاء أو مال. قصف الدار علينا، قصف الصاروخ في النص، فانقصفت الشقتين اللي فوق، دار عمي ودار اللي فوقيها. فابن عمي والشهيد طار من السور، طار من الطبق الرابع على الأرض، وأخويا نزل رجلي مقطوعة متصاوب، وأبويا نزل ساجد على الأرض على القبلة دغري ومستشهد. أما الطفلة آلاء البالغة من العمر 11 عاما تسترجع بعينين باكيتين مع أخيها في منزلهما المنهدم جراء القصف ذكرياتها مع والدها. أول شيء كنا قاعدين متخرف، أجا أخوي حكينا إنه أبي استشهد، كنا صرنا نصيح ونبكي وزعلنا يعني صحيح. تاني إشي إحنا طلع يعني نمنا، أجت حياة جديدة بدون أبي يعني. وفي وقت يهدد فيه الجوع والعطش آلاف الأطفال النازحين في غزة، يتحمل الأطفال مسؤولية إطعام وإعالة أسرهم في مأساة إنسانية مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.